الماتش كنشوفو غيكون صعيب شويه، ماشي بحال الماتش ديال الادوار الاولى. اسبانيول غتاخذ الكره، ولكن النتيجه ان شاء الله يا ربي غتكون انتصار ديال المنتخب المغربي بواحد انزيرو. وحنا فرحانين المنتخب ديالنا لحد الساعه، الجمهور ديال او الساكنه ديال طنجه كامله فرحانه باللي قدموا المنتخب المغربي لحد الساعه، وراه شرف البلاد وشرف جميع الدول العربيه والاسلاميه والافريقيه. اوكي، وهذا هذا هذا الديربي بالنسبه لنا حكم القرب ديالنا مع اسبانيا، وراه ملاعبيه بزاف كيلعبوا تما في اسبانيا. ديربي حقيقي كلاسيكو نسميوه، وان شاء الله الغلبه. الا كانوا المره اللي فاتت تعادلوا معنا، هاد المره ما غيتعادلوش وغندورو ندوزو باش نتلاقاو ان شاء الله البرتغال ولا سويسرا. ثلاثة واحدين ان شاء الله، المغرب غدا ان شاء الله بحول الله. فوزنا على كندا وفوزنا على بلجيكا وتعادلنا مع كرواتيا، غدا ان شاء الله نغلبوا اسبانيا الجيران ديالنا ب 3-1 ان شاء الله بحول الله. ما كاينش التعادل؟ لا ما كاينش التعادل، لا الغلب ان شاء الله بحول الله، وإلا غلبنا غدا ان شاء الله نوصلوا للكاس ان شاء الله بحول الله. دابا التوقعات غدا ان شاء الله كنتمنوا المغرب ديالنا ان شاء الله يجي بعد ني 2-1 صافي، كنطالبوا غير ب2-1 بارك هنا. راه معروفه مقابله راه صعبه تكون جدا، فهمت؟ ولكن تم المنتخب عاود ديالنا راه ما ساولهمش عاود، حتى حنا راه عندنا ملاعبيه وكذا، فهمت؟ وهذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم، حنا كسكان مدينه طنجه غدا ان شاء الله قلبنا مع الاسود، نتمناو ان شاء الله يربحوا وندوزوا. عندنا واحد العقده صغيره مع اسبانيول، غدا ان شاء الله غادي نفكوها ان شاء الله. التوقعات ديالي غنضربهم ب1-0، واحد زيرو مزيان، واركو غيسجل النصيري، النصيري ان شاء الله ولا غي وديما ماروك. كونوا معنا رجال وصافي، كيما بارديز اللي دازو كانوا رجال لعبوا بالنيه، يعملوا معنا النيه ديالهم. راه كتشوف شحال من واحد طلع، تبارك الله شحال من واحد طلعنا من خاطر، راه وحشومه عليهم ديك التيكيس اللي تشراو وكيبيعوهم لخوتهم مغاربه تما ب 10000 درهم، راه خصهم بيبا الدراري. انا ساكنه طنجه كنتمناو الفوز للمنتخب المغربي ان شاء الله، التوقع ديالي 3-1 ان شاء الله. والاداء اش غنقول لك، منتخب عندنا مزيان بزاف، وكنتمناو له الحظ ان شاء الله مع اسبانيا يفوزوا عليه ب3-1. اسبانيا اش غنقول لك ديما قوي، هو المنتخب جيد، عنده عناصر كيلعبوا في البطولات مزيانين. النتيجه المتوقعه غدر ان شاء الله 2-0 او التعادل، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله. اداء مزيون رائع، تغدنا غيكون رائع جدا، غيلعبوا مزيان ان شاء الله مع عناصر جيدين افارقه. شكرا. السلام عليكم، زينين، انا موجود ساكنه طنجه، كنقول التوقعات غدا ان شاء الله اسبانيا مع المغرب 3-0، ما تخممش كره في السماء عاود. الصراحه قوي شويه، ولكن انت ديالنا عاود ما تخممش، عاود كره في الارض عاود ضروري نلعبوها في الارض عاود ما كايناش. بيبا الدراري الله يرحمهم.